معنا اتصال اخر سيد عبد الحق من المغرب، تفضل سيد عبد الحق. السلام عليكم اخي مجاهد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا فيك، تفضل. واننا نحبك في الله يا اخي مجاهد. حبك الله استاذ عبد الحق، الله يكرمك. واسلم على شيخنا العزيز عبد الفتاح مورو، هو الذي كثير من المغالطات كانت تجول في دماغنا يا اخي كانه نقابي يدافع عن العمال، وهذا هو الرجل الذي نريد ان يتكلم في الدين، يتكلم عن حقوق العمال والفقراء. كانوا يكذبون علينا بأن الأحزاب يسار هي التي تطالب بالحقوق، ولكن الدين هو الذي يطالب بالحقوق. وسؤالي بعض الناس يا أخي، أنا متفق معه تماما يا أخي، أنا أرى بأم عيني. الأغنياء لا يساعدون يا أخي، أنا أعمل في الشارع، أبيع دخلي اليومي 2 دولار، وانا والحمد لله انا صابر، ولكن يا اخي ارى بعض الناس يا اخي من الاغنياء يريد منك ان تذهب اليهم، يريد منك ان بك الماء الوجه ديالك ان تذيبه. لماذا لا يحسون بنا هؤلاء الاغنياء؟ لماذا نحن منهم وهم منا؟ هل الله سبحانه وتعالى فضل بعدنا على بعض في الرزق؟ وهل حرمنا نحن الله؟ حاشا لله. لماذا لا يعطون حقوقنا يا أخي؟ أصبحنا نكرههم. يعني هذا الأمر جلل سيد عبد الحق، يعني أولا ندعو لك الله عز وجل أن ييسر لك أمورك وأن يزيد عليك الرضا، لأن الرضا نعمة كبيرة من الله عز وجل. هناك أناس معهم ملايين ومليارات ولا يتمتعون بالرضا، فهم فقراء، والذي يمتلك الرضا يمتلك كل شيء. لكن سؤالك هام، لماذا لا يشعر الأغنياء بالفقراء ولماذا يريدون؟ طبعا هذا الكلام ليس على عمومي، ليس كل الأغنياء بهذا الشكل على ما أعتقد. لا يا أخي، لا، هناك أغنياء والحمد لله جزاهم الله خيرا. هناك أغنياء جزاهم الله خيرا يا أخي، أنا أتكلم عن الأغنياء البخلاء يا أخي، الذين فقط يسكنون في القصور وحدهم. أن هناك أغنياء يا أخي منهم هذاك الغني الصليط رحمه الله الكويتي بمثابة أمة، لقد أنقذ إفريقيا كلها، طبيب وكان يذهب لأبنائي. أنا دائما أدعو مع مثل هذا الأغنياء، أدعو في صلاتي معهم أن ينور الله قبورهم. هؤلاء يكتبون في التاريخ. أما الأغنياء الذين لا يحسون بالفقراء لن يذكرهم التاريخ ولن ندعو معهم. أشكرك عبد الحق من المغرب، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ عبد الفتاح، ما تعليقك على ما قاله عبد الحق من المغرب عن لماذا الأغنياء لا يشعرون، أو بعض الأغنياء لماذا لا يشعرون بالفقراء، رغم أن يعني إذا شعروا بهم سيكون دعوات الفقراء لهم تصل إلى عنان السماء؟ الله، أنا أشكركم على عدم التعميم في تقديم المقولة، لأن الحديث عن كل الأغنياء، عن الأغنياء بشكل عام في تصور وخطأهم. نحن نرى في بلداننا أيادي هؤلاء تمتد إلى المساعدة وإلى الحماية وإلى الشأن العام وإلى الفقراء والمساكين، ونحن ندعو لهم بالبركة وندعو لهم بزيادة الرزق كذا. لكن يوجد بعض الذين إذا استغنى طغوا، كان الإنسان لا يطغى، رآه استغناه. وبعض الناس يكفي أن يشموا رائحة الرفاه ليخرجوا من طور إلى طور. هؤلاء لا يدركون أن الحياة عجلة تدور، وهؤلاء لا يريدون أن يؤمنوا مستقبلهم ونهايتهم. أحدهم كان يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، واسمه ثعلبة، وكان ملازما للمسجد حتى أطلق عليه حمامة المسجد. طلب من الرسول أن يدعو له بالمال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يصلح لك. فأكرر وكرر فاستجاب له ودعا، فأصبح منشغلا بماله الذي يتكاثر بسرعة كبيرة، إلى حد أنه لم يعد يدخل المسجد إلا عند الإقامة، ثم بعد ذلك في الركعة الأولى ثم في الركعة الأخيرة، وأصبح لا يدرك الصلاة أصلا، وأصبح يغيب حتى عن الجمعة، وانفرد بنفسه خارج المدينة. ولما فرضت الزكاة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع
جزء من ماله بعنوان زكاة، فلما راح الجابي امتنع وقال أجزية بعد الإسلام. فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن لا يأخذوا منه مالا أبدا. ومات رسول الله وأبو بكر بعد ذلك، ومات وفي خلافة عمر ولم يأخذ أحد منه مالا، وراح الرجل في غياهب تشبث بوهم. الحياة وهم. صحيح أن المال يقضي الحاجات ويرفع الدرجات ويساعد على ملء الحياة، لكن المال أمر زائل. والذين يذكرون الله تعالى هم الذين يقسمون أموالهم عن فقراء، لأنهم يعتقدون أن المال هو مال الله، وأن الفقير هو الذي يدفع الله عنه ويدافع عليه، وأن الله مع المحرومين. وإذا كان الله مع المحرومين فعلي أن أزور الله عندهم. ما لك يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، ما لك يا عبدي استكسوتك فلم تكسني، قال كيف تجوع أنت وأنت رب العالمين، قال جاع عبدي ولو جئت عبدي لوجدتني عنده.